بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد ياسين Appsstuff Middleware. النهاردة موضوع الحلقة عن How to protect your Oracle database source code or Oracle database object اللي هو التيم كودينج. كمبرمجين عارفين ان في حاجة اسمها source control. source control يعني بكنترول السورس كود بتاعي. انا عندي كود وعاوز بروتكت الكود بتاعي فببدا واعمل عليه شير. طبعا بنفترض ان احنا عندنا مجموعه مبرمجين وشغالين على نفس البروجكت، فبالتالي بناخد السورس ونحطه في ريبوزيتوري او مخزن، وبعدين بدي صلاحيه الاكسس للمبرمجين، وبالتالي كل مستخدم باليوزر نيم بتاعه بيقدر ياكسس الريبوزيتوري ويعمل حاجه اسمها تشيك اوت، بينزل الكود بيعدل عليه بيضيف وبعدين بيعمل تشيك ان اور بوش للكود بتاعه. فبتسجل في الهيستوري مين اللي عمل الكود وايه التعديل اللي عمله وساعه التعديل، ولو في كونفليكت بيقول لي في كونفليكت بين اتنين مبرمجين عاملين شغالين على نفس كلاس او نفس الاوبجكت، وبالتالي كل واحد عامل في كونفليكت بينهم، وبالتالي اقدر اتريس الكود بتاعي والهيستوريكال داتا بتاعتي، فاقدر اعرف ايه اللي حصل في الكود، مين اللي عدل، امتى عدل، وايه هو التعديل. وبعدين بيكون في عندي ادمن او التيم ليدر هو اللي بيبدا يعدل ويصلح الكونفليكت ويابروف ويريجكت ويرجع الكود لصاحبه يعدل عليه وهكذا. فهو بيسموه السورس كنترول، يعني بعمل كنترول على السورس كود بتاعي. بس مشكلتنا كمبرمجين فعلا احنا مهتمين بالباك اند والفرونت اند سورس كود، ولكن معظمنا بيتجاهل الديتابيز اللي هي اهم اوبجكت عندنا. يعني انا لو الدنيا مثلا في الباك اند ممكن اغيرها، في الفرونت اند ممكن اغيرها، ولكن الكريتيكال انفورميشن او الكريتيكال اوبجكت هي الديتابيز فعلا. فالديتابيز دي اهم جزء في اي مشروع، في اي بلاتفورم، في اي ابلكيشن، في اي كومباني الديتابيز دي اهم اوبجكت، وبالتالي لازم نهتم ان احنا نبروتكت الداتا بتاعتنا ونبروتكت السورس كنترول. النهارده هشرح بشكل سريع ازاي نقدر نجهز سورس كنترول خاص بالداتابيز، ازاي نقدر نعمل تشيك اوت وتشيك ان للبيانات، اقدر اتريس التعديلات اللي تمت، اقدر اعمل ابروف او ريجكت، واقدر اعرف ايه اللي تم على الكود. يعني انا عملت مثلا فانكشن او بروسيجر او باكج، اي اوبجكت في الداتابيز عاوز اعرف ايه اللي تم عليه، اخر تحديث، ممكن اعمل كومبير بين الكود اللي موجود حاليا على الداتابيز واللي موجود في الريبوزيتوري او في السورس كنترول. هنعمل انستول للريبوزيتوري، هنعمل اوبجكت، هنعمل مثال كامل عشان نقدر نتريس. وان شاء الله بعد المحاضره بتاع النهارده انا واثق ان ناس كثيره جدا هتبدا تطبق السورس كنترول اور التيم كودينج. نسمي الله اوراكل داتابيز تيم كودينج. تيم كودينج او السورس كنترول، نشوف ياسر النهارده بيفكر في ايه. بيقول هاو كان اي شير اوراكل داتابيز اوبجكتس سكريبتس شير البي ال سي كول كود وذ ماي تيم اند كنترول ماي كود. الفكره كلها ان التيم كودينج هو ان انا بعمل كنترول للداتابيز اوبجكت والسكريبت اللي عندي مع التيم ورك، اقدر كنترول الفيرجنز المختلفه في الكود بتاعي المكتوب داخل الداتابيز، اقدر اعمل سيف وتراك للهيستوريكال سواء في الايديت والتشينجز اللي تم على الداتابيز اوبجكت، اقدر اعمل ريكونسايل للاوبجكت وارجع الداتا زي ما كانت، اقدر اسمح للتشيك ان والتشيك اوت للكود بتاعي ان اقدر انزله واعدل عليه وارفعه تاني. كمان انا ممكن اعمل انتجريت مع اي ثيرد بارتي فيرجن كنترول سيستم اور سورسز، بحيث ان انا اقدر ممكن نشتغل مع جيت اور مع مثلا تي اف اس اي او سي اس في، اي سورس كنترول ممكن اركبه على الداتابيز وكنترول الداتا بتاعتي. فبالتالي لازم اعمل انستول للتيم كودينج، لازم اعمل كونفجريشن للتيم كودينج، اقدر كمان لازم بيلد الريبوزيتوري بتاعتي، اكريت التيم اوبجكت عشان اشوف كل بروجكتس واشوف كل بروجكت ومين التيم اللي اساين عليه، بيلد سكيما اللي هي هيتخزن فيها الريبوزيتوري بتاعتي، اشوف الاوبجكت، اعمل طبعا ايه
اختار سبيسيفيك جيت اوبجكت، ممكن يعني كمان ممكن كنترول مش كل الداتابيز، ممكن انا محتاج بس يعني مثلا تريجرز بس مثلا، او ممكن الباكجز بس، يعني حسب ما انت محتاج. ممكن كمان مش تعمل كنترول على كل الداتابيز اوبجكت. تعالى مع بعض نبدا ستيب باي ستيب. النهارده عشان تطبق معايا المحاضره بتاع النهارده لازم تكون يفضل تمشي معايا على الاوراكل، على الاوراكل تود، بحيث ان هو اسهل حاجه في موضوع الهاندلنج سورس كنترول او تيم كودنج. لكن مفيش مشكله لو عندك اي تولز ثانيه زي السيكوال ديفلوبر او اي اي دي ثاني ممكن تتعامل مع اوراكل داتابيز، تقدر تنستول الريبوزيتوري بتاعنا. هنفتح مع بعض السكيما بتاعتنا. هلاقي انا داخل حاليا بالسيس، تمام. كل الفكره ان انا هنيجي عند هنيجي هنا عند يوتيليتيز، وهننزل عند حاجه اسمها تيم كودنج. هننزل حاجه اسمها ايه تيم كودنج، وفي حاجه اسمها كونفيجر تيم كودنج. حاليا ما عنديش، ما اقدرش اعمل تشيك اون تشيك اوت، ما عنديش اصلا سورس كنترول، فبالتالي لازم اعمل كونفيجريشن. في الكونفيجريشن يعني معناها ان انا هبدا هكاريت سكيما وهكاريت ريبوزيتوري وابدا اجهز البروجكت او تيم بروجكت، وبعدين هنبدا نختار السكيما اللي عايزين نعمل عليها سورس كنترول. وكمان جوه السكيما بنختار ممكن نختار كل الاوبجكت او نختار اوبجكت معين. تعال نقول له كونفيجر تيم، بيقول لي انت اصلا ما عندكش انستول للتيم كودنج، اقول له ما فيش مشكله اعمل لي انستول. بيقول لي طب اوكي، عشان اول حاجه لازم تعمل تجهز الانفايرمنت، بقول له ايه انستول تيم كودنج، دي عشان لسه لاول مره. بيسالني هل هتعمل سكيما في اليوزر الحالي بتاعك السيس، ولا تحب نعمل لك سكيما خاصه بالتود نسميها تود سكيما. اوكي هقول له طب ادي له الرول اللي هو دي سي ادمن رول، ده الرول اللي هو هتاخده السكيما دي عشان ياخد صلاحيه الادمن، هو يقدر يتشيك على كل السكيمز الثانيه ويقدر يقرا منها البيانات. فيفضل ان انت يتحافظ على سكيما تود وتخلي الرول ده ادمن رول، لان ده اللي هيبقى ليه كنترول على باقي السكيمز. لو في تيبلز معينه او تيبل سبيس معينه خلينا ماشيين على الديفولت. نيكست. بيقول لي ما عندكش السكيما اصلا بتاع التود دي، هنعمل لك واحده. قلت له اعمل لي واحده مفيش مشكله، ما تزعلش نفسك. هنسميها ايه؟ هسميها مثلا هسميها ويلكم 1 ويلكم، خلاص ديفولت نيم سبيس ما تعدلش حاجه. لو انت ما عندكش خبره قوي في الادمنستريشن خليك، لو انت عندك ادمنستريشن شاطر ممكن ايه كريت لك تيبل سبيس، فيفضل ان انت ايه تخليك على ديفولت. لو انت عايز تشوف السكريبت اتكتب ازاي، هو حاليا هيكريت يوزر جديد اسمه تود والباسورد ويلكم 1، هيديله كل الصلاحيات بتاع الادمن، شايفين كل صلاحيات الادمن، وكاري تريجر بروسيجر كل صلاحيات تقريبا ادمن. اقول له اوكي، بدا الان في ان هو كريت السكيما، واقول له خلاص موافق اعمل اللي انت عاوزه. اتاكد بس هو بيعمل ايه. ادي التود الاونر سكيما ده الرولز، وبدا اداله كل الاوبجكت والتيبلز والتريجرز اللي هتتريس الكود بتاعي. فبالتالي هنا كل الاكواد بتاعتي اي تعديلات هتروح تتخزن في الريبوزيتور، اي حاجه هتخزن في الريبوزيتور ده، فما تحاولش تعدل فيه لان ده هو الديفولت كنترول والديفولت تيبلز. فانت بس كل اللي هتقول له تقول له اكسكيوت وهتسيبه كاريت، يقول لي الباسورد، اقول له ويلكم 1 احنا عارفينه، وكونكت از خليه نورمال مفيهاش مشكله، هو اوريدي اصلا سيس ادمن. هنسيبه لما يخلص انستليشن للريبوزيتوري. هو قال لي خلاص السكيما تمت، قال له اوكي. الان ايه اللي حصل؟ فعلا الدنيا اتغيرت، فتح لي بيقول لي انت خلاص انت عندك دلوقتي عندك سكيما جاهزه، فبالتالي تقدر تتحكم في السورس كنترول او التيم كودنج. الان احنا كده جاهزين لاستخدام او نعمل كونفجريشن للتيم كودنج كونفجريشن. فباجي في البارت بتاع الكونفجريشن بقول له enable team coding for database. هنا خلاص ده بنسميه لو قلت له apply اوكي خلاص كده ده البيزك كونفجريشن. احيانا في اكسترا كونفجريشن ممكن احتاجها، زي ان انا اكريت حاجه اسمها الكود كولكشنز. والكود كولكشن ان انا بستخدم كولكشن لسبسيت لمجموعه من الاوبجكت مع بعض، زي شويه بروسيجر على فانكشن على باكج، فممكن استخدم ايه
استخدم الكاستم او اليوز كود كولكشن، فبيطلع لي بس تابه جديده اقدر اعمل فيها الكولكشن. ممكن كمان استخدم الثيرد بارتي داتا كنترول، فببدا اقول له يوز فيرجن كنترول سيستم VCS اللي هو فيرجن كنترول سيستم، ودي بتكلم بتديني فرصه ان انا بدل البيزك انستليشن اقدر اتكلم مع الثيرد بارتي. فممكن يكون عندك في الشركه عندك ايه اي كومبوننت بتعمل فيرجن كنترول زي الاي بي ام ريليشنال كلير كيس او مايكروسوفت تي اف اس او تيم فاونديشن سيرفر، او مثلا حاجه زي السب فيرجن. والسب فيرجن هنلاقي فيه كتير من اوبن سورس برودكت ممكن انزلها واشتغل عليها زي الكول نت والبرامج دي. فبالتالي ايه ممكن ننزل يكون عندي فيرجن كنترول عشان كنترول الكود بتاعي والتيم شيرنج. فببدا بس اجهز مثلا لو اخترت مثلا اي بي ام او تي اف اس فبيسالني على الكونفيجريشن، فالكونفيجريشن بديله اسم السيرفر بتاع التي اف اس والبورد والتشيك اوت والهيستوري وشويه الكونفيجريشن اللي محتاجهم من السيرفر، بقول له ابلاي. فبالتالي الاقي ان الكود بتاعي اقدر كنترولو عن طريق الثيرد بارتي برودكت. ممكن كمان نستخدم حاجه اسمها اليوز كود اناليسز، والكود اناليسز عباره عن ان انا اقدر اعمل اناليسز للكود كم مره حصل الابديت والكونفيجريشن الخاصه بالكود. فببدا اديله كونديشنز والماتريكس اللي انا ممكن اقيس عليها تعديلات الكود بتاعي والكلام ده كله. فبالتالي هيطلع لي اقدر ادخل على الفيو واقدر اجنريت كود او ريبورت خاص بالايه بالكود اناليسيس بتاعي. احنا هناخد البيزك انستريشن، لكن الحاجات دي سهله جدا على فكره، مفيش مشكله ان كل القصه لو عملنا لو انا عندي مثلا ما عنديش حاليا اي فيرجن كنترول سيستم عندي على الجهاز، كنت ممكن اوريك بس انا ممكن نستخدم اي برودكت زي تي اف اس او اي بي ام او السي اس في اي برودكت، فكان القصه بس بديله اسم الكونفيجريشن واسم السيرفر وخلاص. هنلاقي نفسي الابلكيشن ربط معايا، هقول له ابلاي اوكي. تعال نجرب نقول له ايه كرييت اور ريبليس بروسيجر اسمه ايه تيم كودينج مثلا برو، وده از بيجن، وده دي بي ام اس اندرسكور اوت بوت بوت لاين عشان اقول مثلا ده ايه سكسس اي حاجة. تعال نبدأ نرن. طيب شايفين هنا ايه اللي حصل؟ بحاول اعدل اديني قفلت، فعندي مشكلة اهو. ليه؟ لان لازم اعمل الاول ايه اعمل تشيك اوت عشان اقدر اعدل. اقول له ايه فيكس باك مثلا، خلاص. بقول له ايه في محبه بصلح مشكله، بقول له ايه يجن، بقول له رن خلاص. وما زال اقدر خلاص اقدر اعدل براحتي، مثلا اقول له هنا كابي واقدر اشتغل زي كده شغال مفيش مشكله لحد ما اخلص الكود بتاعي. فاقدر بقى ايه اقدر ان انا اعمل تشيك ان، خلاص بيسالني اقول له اوكي خلاص تشيك ان كده. هنبص لاقي ان انا ما اقدرش اعدل، اديني عندي قفلت خلاص مفيش اي حاجه اقدر اعدل، اديني قفلت. فلو فتحنا دقينا هنا يوتيلتيز وتيم كودينج وقلت له اعمل لي فيو للداشبورد، هيجيب لي الداشبورد بتاعتي. لو في كولكشن هيقول لي الكولكشن بتاعتي ايه، لو في الاوبجكتس هيجيب لي كل الاوبجكتس. ادي تيم كودينج بيقول لي الحاله افيلبل حاليا، خلاص اقدر ايه اعمل تشيك اوت عشان ايه اقدر اعدل زي كده. ويقول لي ليه اقول مثلا ايه فيكس اور انهانسمنت مثلا كود
اور كود انهانسمنت. خلاص فايه الاقي ان هو اداني صلاحيه، قال لي دلوقتي الكيس بتاعتك ان هو تشيك ان، ومين اللي هيعدل عليه؟ جهاز محمد ياسين، ولو في كومنت بتحط واقدر ايه ارجع واقدر اعدل براحتي مفيش مشكله. طبعا بيساعدني جدا ان انا اقدر اعمل تريس للكود اهو، اكتب اللي انا عاوزه خلاص. وبعد كده بعد ما اخلص كل الموضوع ان انا هبدا ايه اقول له تشيك ان عشان الدنيا تقفل خلاص. الان ايه اللي بيحصل؟ ما حدش تاني يقدر في التيم ورك يقدر يعدل في الكود طالما انا شغال عليه حاليا. الجزء التاني ان انا اقدر من خلال الداشبورد اقدر تريس الكود بتاعي واشوف الهيستوري بتاعتي، اقدر اتابع. لو دخلنا على السكيما اللي اسمها تود اللي احنا عملناها او ريبوزيتوري، هنلاقي في الريبوزيتوري اللي احنا عملناه بتاعنا هنلاقي في مجموعه من التيبلز، وكل التيبلز دي بتشيل لو في جروبس، لو في كونفيجريشن، لو في اوبجكت، في التايم ستامب، كل الداتا بتاعتي اقدر ايه الاقيها موجوده هنا. لو في جروبس، ادي جروب انا عملت كوليكشن واحد بس تمام. ادي الفايل تكست شايفين، ادي الاوبجكت ستاتس، قال لي كل الستاتس اللي عندي اهو، قال لي مثلا هنا عندك في 1 فانكشن وفي 3 بروسيجرز، دول معمول لهم تيم كودنج، وهنلاقي كود اهو تيم كودنج برو اللي انا شغال عليه، وقال لي هل هو تشيك اوت؟ اقول له لا نو اقدر اعدل عليه. فشايفين كل بيانات اقدر اعمل تريس كامل البروسيجرز والهيستوري بتاعتي بالمنظر ده خلاص. ف زي ما احنا قلنا لو احنا محتاجين نهانس موضوع التيم كودنج شويه، فيفضل نستخدم الثيرد بارتي فيرجن كنترول زي تي اف اس وزي السي اس في والكل برودكت اللي ممكن تساعدنا نشير الكود ونعمل ديستريبيوت الكود بتوين التيم ورك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا النهارده، واي سؤال اي استفسار يا ريت تتابعونا على appsstuff.com على اليوتيوب وعلى لينكدين. وشكرا لكم والسلام عليكم.